مرحبا ويعطيكم العافيه. اليوم موضوعنا انه شو كيف نتعامل مع الكتكوت او الخروج من الفقاسه او الخروج من البيضه، وكم مده حضانته بالفقاسه بعد خروجه، ومتى اوديه على الحضانه ودرجه الحراره. اسمعوا الفيديو للاخر واستفيدوا ان شاء الله، واهلا وسهلا بجميع. السلام عليكم، يعطيكم العافيه للجميع، معاكم مصطفى للدواجن. اليوم موضوعنا انه الناس كثير بيجيني اسئله على الفيس وعلى الواتس وعلى الانستا، انه كيف انتو الكتكوت شو اعمل معه بعد ما يطلع من البيضه اول ما يفقس، وين اروح فيه بالحاضنه، وشو درجه الحراره، وشو اطعميه وشو اسقيه. والناس كثير بتغلط، الكتكوت بموت، بتعامل معه بطريقه غلط. يعني الفقس بيقعد يصبر عليه 21 يوم او اي نوع من الطيور ممكن تكون 30 واكثر، بتعاملوا معاه بطريقه غلط وبأدي لوفاته. معاكم سطيف للدواجن، بتمنى الاشتراك والتعليق واللايك، واسمعوا الفيديو الاخر حيكون قصير ومفيد للجميع. الكتكوت اول ما يطلع من الفقاسه اذا كان بالصيف بتركه من 5 ساعات ل 8 ساعات بالفقاسه، اذا كان بالشتاء بتركه من 24 ساعه اقل شيء بالفقاسه، ماكسيمم من 18 ساعه ل 24 ساعه اعلى شيء عفوا ماكسيمم. باخذه من الفقاسه بعد 24 ساعه بالشتاء او بالصيف بعد 8 ساعات او 5 ساعات، وبنقل الكتكوت على الحاضنه. هاي الحاضنه اللي انتم شايفينها، بحط له رمل وعشب. انا ما بحط بحط رمل وعشب لانه الرمل باخذ منه الكالسيوم وباخذ منه الفيتامينات. وبنقله بالفقاس على درجه حراره 32 33 اول يوم. ثاني يوم من اول يوم ما بطعميه ولا شيء، بنقله على الفقاسه بس، بطلع من الحاضنه بنقله على الفقاس. ثاني يوم الصبح بقدم له مي وسكر، بحط تقريبا ربع لتر مي وعليهم ربع معلقه سكر، حسب عدد الكتاكيت بتقلل الكميه بتنقص الكميه. بخلي المي والسكر 24 ساعه عنده عشان ينظف الامعاء عنده ويبلش يهضم اي اوساخ بجسمه تنزل عن طريق البراز او عن طريق الفضلات. ما بقدم له اي شيء. ودرجه الحراره من 32 ل 33 34 اول ما طلعوا من الفقاسه بعد 24 ساعه او 8 ساعات، وما بطعميه شيء. ثاني يوم بحط له مي وسكر 24 ساعه. ثالث يوم بضيف علف مركز معقم، لازم تعقم العلف بالخل بخل التفاح او الخل الابيض، ويكون مي مفلتره، يعني تعقم العلف مي مفلتره ومي فيها خل، لانه ممكن يكون العلف نفسه بيحمل سموم، الكتكوت ما راح يتحمل بهيك عمر، ممكن تفقده خلال 24 ساعه. وبقدم له بعد 24 ساعه، يعني اول يوم ما بعطيه شيء، بكون بالفقاسه بطلعه بعد الفقاسه على الحاضنه ما بعطيه شيء. ثاني يوم بعطيه مي وسكر لمده 24 ساعه، مي مفلتره ومعقمه. ثالث يوم بقدم له مي مفلتره، وبرضه بقدم له علف بسيط معقم تعقيم جيد جدا وممتاز. العلف بعقمه عن طريق الرش بالخل والمي، برش 3-4 نقط على شويه مي وبعقم العلف، او بحطه بالشمس لمده طويله العلف عشان يتعقم، وبرضه بعقمه بالمي، وبقدم له مي مفلتره سواء تعقيم العلف او انه يشرب العلف، وبحطه بدرجه حراره 33-34. وببلش من رابع يوم بعد ما ببلش الكتكوت، بعد ما يبلش الكتكوت ياكل وياخذ طاقه، ببلش من رابع يوم اخفض الحراره. يعني انا حطيته على 35-34، بنزل الحراره 33-32.5. سادس يوم سابع يوم بنزل حرارة 30 لغاية 10-12 يوم عم ما يتعود على الأجواء الطبيعية. هذا بالنسبة للصيف، يعني بالصيف الكتكوت ما بيحتاج حاضنة طويلة، بيحتاج مدة ما يقارب من 10-12 يوم، وبتقدر تنزله بالأجواء الطبيعية مع بالعش تحت أو بالبيت تبعه أو الخم، لأنه بصير يأكل ويعتمد على نفسه وينتج حرارة، ويعتمد على نفسه بالإنتاج الحرارة وكيف يدير باله على حاله أو إنه يتدفى بالبرد وهيك شغلات. وهذه هي كل موضوعنا عن الكتكوت وكيف تتعامل معه من اول يوم. ان شاء الله يكون الفيديو الكل استفاد منه. معاكم سطيف للدواجن، بتمنى التعليق والاشتراك وتفعيل الجرس، وان شاء الله دعم للقناه من كل العالم. شكرا كثير لكم، بتمنى الكل ان شاء الله يكون استفاد. يعطيكم الف عافيه.